لبيك يحملنا الحنين، لبيك يا الله، والشوق دوما في اتساع. هواية بدأت منذ الصغر قلما نجد لها مثيلا، وقصة محملة بعقود وأزمان، بطلها مؤرخ سبعيني حفظ تاريخ الحج في أكثر من 1000 لوحة رصفها من أرشيف الصحافة السعودي. كنا في زيارة خاصة له فاستقبلنا في بنك أرشيفه الذهبي، والذي يضم أكثر من 50,000 ورقة صحفية، ليجعل حياته موقوفة على التوثيق حتى أسمى أوراقه صفحات من التاريخ. أنا جابر عبد الله الغامدي، صاحب هذا الأرشيف اللي قمنا بجمعه خلال أكثر من 30 سنة، وهو يمثل تاريخ المملكة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. استطعنا من خلال جمعنا لكل الصحف السعودية أن نوثق تاريخ المملكة. بالنسبة لصفحات من التاريخ أو هذا العمل اللي قمت فيه، أنا بعتبره بأمانة جزء من حياتي، لا يمكن التفريط فيه بأي شكل من الأشكال. أنا سعيد جدا أنه بساهم في توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية. إن أردت البحث عن تاريخ وأحداث متسلسلة للحج عبر العقود الماضية، ستجد لها رصيدا شاملا لدى مؤرخنا جمع تاريخ الحج عبر ملوك المملكة حتى أضحت أوراقا ومراجع تاريخية يستند عليها. تجولت معه في بنك معلوماته، ولكن سرعان ما يلتهي عني دون شعور، تارة ينظر لصفحة من تاريخ وتارة يؤرشف ما لديه، حتى أنه لا يسمح للغبار أن يداعب أوراقه. بالنسبة للورق، احنا استخدمنا عندنا ماكينة اسمها لمنيشن، استخدمنا مادة شفافة لحفظ الصحف، وهذه بتعطيها حماية لخمسين سنة لقدام إذا ما تعرضت للرطوبة وتعرضت لحرارة. يعني فرق أنك الآن تيجي تقول والله أنا عندي موضوع موضوعين عن الحج، أو عهد من العهود طيلة العهد السعودي، بما أقول لك لا، أنا عندي ملف كامل عن الحج من بداية العهد السعودي وحتى يومنا الحاضر. منذ أكثر من 8 قرون استهوته فكرة جمع الصحف والمجلات العتيقة، حتى رسخت هذه الفكرة وآمن بها واتخذها هواية حد العشق، فأولع بها وأضحت شغله الشاغل حتى صار اسمه مقرونا بهذه الهواية التي زاحمته في بيته، ما جعله يكتري لها 4 شقق كبيرة لا يكاد ترى فيها للجدران أثرا، فكلها توارت خلف صفحات من التاريخ. أنت لما بتعشق شيء بتحب بتعطي كل اللي عندك، فما بالك لما يكون أنت بتعشق وطن. إحنا انتماءنا وحبنا الوطن هو اللي سخرنا كل وقتي في عمل هذا الأرشيف. المكان بيمثل حياتي كلها، يعني أنا بعيد بجلس في المكتب ده أكثر مما بجلس في المنزل حقي، وساعاتي كلها في المحل اللي أنا فيه. لقناة المجد، عادل بفلح. لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك.